التزام الدعاء بعد نهاية كل حلقة مثلا، نهاية كل درس، إذا التزم هذا هذا بدعة طبعا، لكن يأتي هذا عارض الدعاء لا إشكال فيه، مفهوم؟ أن يأتي الدعاء عارض يصح، أما التزام هذا بدعة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد صلاة، بل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا من الجهل، أن بعض الناس عندما يسلم من الصلاة الأصل يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام، صحيح؟ الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من الجهل عندما يسلم ويرفع يديه يدعو. لماذا؟ لأنه يترك موضع إجابة الدعاء وهو ساجد أو قبل التسليم، وبعد أن تنتهي الصلاة لا يوجد هنا إلا الأذكار الواردة بعد الصلاة المفروضة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد صلاة المفروضة.